ولنقاش ملف اتفاق تقسم الأوقاف في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين المتخصص في الفقه الإسلامي المقارن والموقع على بيان العلماء الرافضين لتقسم الأوقاف دكتور ثامر البراك. أهلا بكم دكتور. مرحبا بكم وأهلا. دكتور ثامر، رفض علماء العراق في الداخل والخارج اتفاق تقاسم الأوقاف، ما أسباب ودوافع رفض اتفاق تقاسم الأوقاف رغم توقيع ديوان الوقف السني عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم وأحيي مشاهديكم، وإجابة على سؤالكم أقول: صدر بيان عن عدد من المتخصصين في العلوم الإسلامية من مختلف الأجيال وشتى الاختصاصات العلمية، عبر عن رفض محضر الاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني حول حكم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي وقع بإشراف أمانة مجلس الوزراء. هذا البيان استهل باستعراض تاريخي لمحاولات الاستيلاء على الأموال الوقفية من قبل الأطراف المكونة للعملية السياسية، وتحديدا المرتبطة بإيران. وهذه المحاولات بدأت منذ الأيام الأولى للاحتلال واستمرت إلى اليوم، حيث وضع عدد من المسؤولين والقوى المتنفذة اليد على ممتلكات الأوقاف للعيش فيها واتخاذها مقرات واستثمارها في مشاريع اقتصادية شخصية أو عائلية أو حزبية. البيان أكد أنهم سلكوا طرقا عدة لتحقيق مآربهم هذه، منها الاستيلاء بالقوة على الموقوفات الإسلامية، ومنها طرق باب القانون عبر إصدار جملة من التشريعات والقرارات التي تمهد لمصادرة الأموال الوقفية أو توفر غطاء لمصادرتها، ومنها أخيرا محضر تقسيم الأوقاف الأخير الذي يمثل أكبر عملية سرقة في تاريخ العراق الحديث. بيان علماء العراق توقف بشأن بيان علماء العراق بشأن اغتصاب الأوقاف الإسلامية توقف عدة وقفات دينية، تاريخية، قانونية، اجتماعية لإدانة هذا العمل وهذه الجريمة النكراء بحق الأوقاف الإسلامية. نعم، في هذا السياق دكتور، المعذرة على المقاطعة، وفي هذه النقطة بالحديث عن الجانب الديني والفقهي باعتبار أن البيان ركز عليه، انطلاقا من ذلك، من المخول من الجانب الديني والفقهي بتنظيم هذه الأوقاف؟ آلية إثبات عائدية الوقف تتمثل بثلاث آليات. هذه الآليات: أولا الحجج الوقفية، قبل أن أدخل إلى من المخول. نعم. أولا الحجج الوقفية هي التي تثبت أن هذا المال وقف وأنه يعود لهذه الجهة أو تلك. الحجج الوقفية هي أسانيد ووثائق رسمية تاريخية لا زالت سارية المفعول إلى اليوم، ولا يمكن نقضها أو التلاعب بها. فهذه الحجج الوقفية مثل العقود الرسمية اليوم، وهي صدرت بممهورة بتوقيعات مؤسسات القضاء في أزمنتهم وأماكنهم. الآلية الثانية لإثبات عائدية الوقف هي مذهب الواقف، وليس مذهب أكثرية السكان في المكان الذي فيه الوقف. والآلية الثالثة هي الواقع التاريخي، وهو أن الخريطة السكانية المذهبية للعراق قبل قرنين ونصف القرن من الزمان هي أنه كان ذا غالبية مطلقة من السنة. الجهة التي تشرف على ذلك جوابا على سؤالكم هي الفقهاء والخبراء الشرعيون المشهود لهم بالكفاية والإخلاص، وليس كل من هب ودب. لا أن تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين السني والشيعي وهما ليسا من أهل الاختصاص. اللجنة العليا المشكلة والتي تشرف عليها أمانة مجلس الوزراء ليس فيها أحد من أهل الاختصاص الديني الشرعي. هل يمكن للمجلس يكون هناك تلاعب وعبث؟ ومن ذلك أنهم حولوا أرشيف وزارة الأوقاف الذي هو عبارة عن هذه الحجج الوقفية إلى وزارة الثقافة،
لكي يتم التلاعب. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور ثامر البراك، وهو المتخصص في الفقه الإسلامي المقارن وأحد الموقعين على بيان العلماء الرافضين لتقاسم الأوقاف في العراق. كان معنا عبر الهاتف من صلاح الدين.